سينضم إلينا من واشنطن الدكتور توفيق حميد الأكاديمي والباحث السياسي. سيد الفاضل، ماذا يعني أن ترامب تنازل عن حقه في وجوده أمام محكمة في فلوريدا تعقد جلستها يوم العاشر من الحالي؟ شكرا على سؤالك وأهلا بكم وبالسادة المشاهدين. الحقيقة هذه النقطة باختصار شديد بتوضح عدم اكترافه وعدم إعطاءه أي قيمة لما سيقال في هذه المحكمة، وكأنه يقول لهم أن الأمر ما يقولوه أنه ليس بصدق، ليس بحق، وأنه لا يعني شيئا. فهي رسالة بيعبر فيها عن رفضه لما سيقال مسبقا، إن أنا ما أحضرش، وبالتالي ده أنه غير مكترث بما سيقال أيا كان. دكتور توفيق، هل أنت مع أو على الأقل لديك التبرير لماذا يصر الرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب على اتهام الحكومة أو الإدارة الحالية؟ والله في أسباب عديدة الحقيقة جعلت الوضع بالشكل ده. الرئيس ترامب لو تذكر حضرتك انقلب الأمر عليه منذ في السنة الثالثة من بعد الكورونا، والميديا العالمية بدأت تهاجمه بشدة بضراوة. ده من ناحية. من ناحية أخرى، الرئيس ترامب هو أول رئيس أمريكي منذ فترة طويلة لا تبدأ في أي حرب في وجوده، ركز في الدولة بدل ما يعمل حروب خارجية. وقف ضد الشركات الأدوية وكان مصر إن هي تحاسب كما بالمبالغ الطبيعية المنطقية اللي هي بتحاسب بها في كل دول العالم، لكن أمريكا بتدفع الكثير لهم، فهو وقف ضد شركات الأدوية. وقف ضد شركات السوشيال ميديا العملاقة زي الفيسبوك والتويتر وغيرها، وكان عاوز يلغي قانون بيسمح لهم بسيطرة رهيبة على مجريات الأمور في الدولة. وقف ضد اللوبيستس اللي هم بتوع اللوبيينج اللي في السياسة الأمريكية، اللي بياخذوا الأموال عشان يمرروا قرارات معينة لمصالح شركات أو دول معينة. كان وقف بوضوح ضد حاجات رئيسية بتمثل مصالح لجماعة الانترست جروبس اللي هم أصحاب المصالح اللي هم يملكوا الكثير من القوى، وهم واقفين كثير منهم وراء بايدن، وده اللي بيفسر ليه إدارة بايدن وهي تمثل هذه المصالح واقفة ضد إيه ترامب في تصوري. الوقوف أو عدم الوقوف، هل جميعها يأتي في الإطار القانوني أم أن هناك مساحة انتهاك طبقا لهذا التصريح الذي قاله أو حمل فيه الرئيس السابق الإدارة الحالية بأنها هي من تقف وراء كل هذه العقبات التي تظهر تباعا أمامه؟ هو شوف حضرتك، هو الرئيس السابق ترامب عنده نقطة بيرتكز عليها، ألا وهي أن هيلاري كلينتون على سبيل المثال عملت أشياء تعاقب بالقانون وبلا مجال للمناقشة، أن هي تأخذ معلومات سرية تضعها في السيرفر بتاعها في الإنترنت، حاجة خاصة بيها ويتم اختراقه ممكن من هيئات كثيرة. هذا التصرف كان لابد أن يحاسب وبقوة. أي واحد بيعمل هذا الأمر داخل أجهزة المخابرات الأمريكية بيعاقب. إزاي تاخد معلومات كلاسيفايد اللي هي سرية تحطها في على كمبيوتر بره الدولة، ولكن هي لم تعاقب. فهو ترامب يرى أن الأمر فيه عدم عدل. ابن بايدن كان اتهم، واضح فيه دلائل قوية قوي على عائلة بايدن في أنها وابنه بالذات على أنه هو انخرط مع الصين وشركات صينية دفعت له أموال مقابل أنه يساعدها في تمرير بعض الأشياء عند والده حينما كان نائبا للرئيس، ولكن لم يعاقب هذا ولا ذاك. فهو ترامب بيشعر بشيء من الظلم من الإدارة الحالية في تصوره أن ده تشويه لصورته، زائد أن ما فيش عدل كما يرى، وكما يرى الكثيرون الحقيقة في المعاملة بين ترامب وبين المجموعات الأخرى اللي هي مجموعة بايدن وغيره. فهؤلاء يخطئوا لا يحاسبوا، أما هو إذا أخطأ فيحاسب فورا. طب وهل لديك تفسير لماذا؟ لا، في تفسير هام جدا هنا. شوف حضرتك، هو في حاجتين يعني لو اتفهموا هيفسروا لنا الأمر ده كله. ترامب بيمثل بدرجة عالية قوي مصلحة الدولة، الشعب الأمريكي نفسه، هو بيميل للشعب. النهاردة السياسة الأمريكية بقت مصالح مراكز قوة اقتصادية معينة،
فهنا تضارب ضخم جدا. يعني هل انت في مصر يعني مثلا لما يوقف الحروب ما يعملش حروب في عصره، دي الهيئات اللي مستفيده من وجود الحروب دي هتقلب ضده. فهو ده صراع لوحده يفسر ليه الهجوم الشديد عليه انه واقف ضد مصالح دول. في سبب اخر الا وهو المجموعه المحيطه بترامب. المجموعه المحيطه بيه اللي بتكسبه دايما كل مره مجموعه من الدينيين اللي هو يراهم الطرف الاخر انهم متطرفين. وفي صراع ايديولوجي عميق تحت السياسه هنا ان الاتجاه الديني اليميني ده اخطر على امريكا كما يرى المجموعات الاخرى اخطر على امريكا من اي شيء اخر. مكمن الخطوره فيه ما هي؟ انهم يعملوا اي شيء لتدميره. مكمن الخطوره ما هو وعلى اي ايديولوجيه يتحركوا؟ هو على الايديولوجيه دينيه، ومن الواضح هم بالنسبه لهم ايديولوجيه دينيه كما يعرضونها مسيحية، ولكن بمفهومهم هم. يعني طبعا في ناس مسيحيين معتدلين جدا، وفي ناس ممكن يكونوا يعني ليسوا معتدلين. فهم المجموعة اللي حالين طب ما هي ملام ما هي ملامح التشدد في روايتهم؟ ادي حضرتك مثلا موضوعات تركيزهم على الابورشن اللي هو الاجهاض، عمليات الاجهاض، وباعتبار ان دي اولويه بالنسبه لهم في امور كثيره جدا، دي احد الامور. تاني حاجه ان هم اذا مسكوا السلطه هيبداوا يقلبوا ضد الليبراليين في امور زي الترانس جندرز اللي هي المثليه الجنسيه والحاجات دي، هم واخدين موقف قوي ضدها، وقد يكون موقف ممتاز ولكن في كما يراها الآخرون أنه ضدهم. يعني جماعة الليبراليين بتوع بايدن كان أول قرار أخده لما جه بايدن أنه خلى أوراق الحكومة الأمريكية ما تحطش فيها نوعك ذكر أم أنثى مثلا، التانيين مش هيسمحوا بهذا. فأنت بتتكلم على طريقين لا يلتقيان، واحد بيدعو بالابورشن وحق واحد ضد الابورشن اللي هو الاجهاض، انا اسف، واحد مع المثليه الجنسيه وبقوه شديده، والطرف الاخر هو ترامب ومن حوله ضد هذا تماما من منظور ديني. انا بحلل هنا، مش بقول يعني ده صح ولا ده، انا بتكلم من منظور تحليلي. فانت عندك طريقين متضادين تماما، ولذا محور الصراع في غايه القوه لانهم لا يلتقيان. يا إما هتبيح الإجهاض يا إما ترفضه، يا هتبيح المثلية بالطريقة اللي عاوزها الليبراليين يا إما هترفضها كما يراها المسيحيون. طب وهل هذه الرواية مقبولة شعبيا؟ أني رواية حضرتك؟ هذا التضاد ما بين الروايتين، ما بين التوجهات التي ستنفذ في حال التمكين. لا، هي واضحة ومقبولة عند نص الناس على الأقل اللي هم بينتخبوا ترامب. ما هو في نص الناس انتخبوه على هذا الامر، يعني اللي بينتخب ترامب من البدايه عارف ان هو ضد الاجهاض، عارف ان هو الاتجاه ده هيبقى ضد المثليه الجنسيه وغيرها من الاشياء. فهو اللي بينتخب ترامب بيروح له في هذا الاتجاه. في ناس بتنتخبه عشان هو ما بدأش حروب، في ناس بتنتخبه عشان هو واقف ضد اللوبيست في الكونجرس، في ناس بتنتخبه عشان هو اقتصاد البلد قبل الكورونا كان ماشي كويس في عصره، في ناس بتنتخبه عشان هو واخد موقف من اوكرانيا مش عاوز يدعمها الى لا نهايه زي ما بايدن بيعمل. فنقدر نقول ان نعم هو ليه قاعده شعبيه قويه بتدعمه، والا لما يخاف الاخرون منه وهو بيحاولوا اقصاؤه الان بسبب القاعده الشعبيه القويه اللي معاه. شاكر لك من واشنطن الدكتور توفيق حميد الكاتب والباحث السياسي، إذ كنت معنا من هناك.